وبعدنا مش هنكون زي العادة، لقبلها ولا بعدها فيه زيادة، ثمراتنا فيها بسيطة ورب تكون معظم زي السكر الزيادة، وكالعادة ليست إعادة، نبدأ يومنا بالحب والإشراق والسعادة. فبسم الله نبدأ وبه نستعين وعلى الله فنحن متوكلين، وليشهد مديرنا وكل المعلمين أننا سنكون في هذا اليوم منتصرين. مر الدين بإذن الله رب العالمين، السيد الفاضل مدير المدرسة، معلمين الكرام، إخواني وإخواتي الطلاب، يسعدنا ويسرنا أن نقدم لكم جزاء مدرسية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 24/11/2020 ميلاديا. وخير ما نبدأ به برنامجنا الإذاعي آيات من الكتاب الحكيم يتلوها عليكم الطالب علي عمرو علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وبعد أن استمعنا إلى كلام المولى عز وجل، هيا بنا لنتجول سويا في بساتين السيرة النبوية العطرة ومع الحديث الشريف والطالب ناصر عبد الناصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إمامة لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقت يا رسول الله فيما قلت وبلغت عن رب العزة، وكما قال الله تعالى في كتابه العزيز: ادعوني أستجب لكم. والآن مع فقرة الدعاء والطالب خالد رضا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولا بد لكل صباح من معلومة. الآن مع فقرة هل تعلم باللغة العربية والطالب عبد الرحمن أحمد. هل تعلم أن اليوم العالمي للغة العربية هو يوم 18 ديسمبر؟ وأن تعلم أن العربية تسمى بلغة الضاد لأنها اللغة الوحيدة التي بها حرف الضاد. وأيضا هل تعلم باللغة الإنجليزية الطالبة عن أين الرجل؟ Do you know the olive trees live more than 400 years old؟ هل تعلم أن أشجار الزيتون تعيش أكثر من 400 سنة؟ والآن ندعوكم للتعرف على حكمة اليوم باللغة الإنجليزية والطالبة ريدات أيضاً. Always be thankful for everything you have. دائماً نشكر الله على ما تملك. وأيضاً الحكمة باللغة العربية والطالب أحمد محمد. حكمة اليوم: أفضل القلوب قلب لا يعرف إلا الصدق. في حب الوطن على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما يشاء. أنا مصر عندي أهم وأجمل الأشياء. والآن نترككم مع فقرة الاستعراض. Thank you.
ومع المسرحية التي هي بعنوان كبار أعضاء الجسم. أرجوك لا فالمسكنات سوف تتأذن. أولا تأذن يا بنتي يا بعبيت ليه المعدة معاها مش بعد الغيب وزلت التنديل طول وراها. اسكت طيب خد مسكن بس يا ريت تدولك على حد ينضف لك الدم والبول من السموم نشجع الإذاعة قبل ما نتكلم عليها نشجعها عايز 10 من 10 حد بياخد 10 من 10 إلا الإذاعة المميزة أوي لسه مش هنتكلم على الدرجة نستنى الدرجة نستنى إحنا الأول عايزين استنوا الدرجة مش دلوقتي إهدى عايزين نشجع فترة الاستعراض اللي عملتها البنات من البنات اللي عملوا الاستعراض تعالوا اقفوا هنا عشان عملتوا مجهود جيد مستعدين حقكم نشجع فترة الاستعراض كانت فترة مميزة نشجع البنات برافو نيجي بقى للفترة التعليمية اللي كل واحد قام بدور تعالوا قدام هنا كده طبعا هم ادونا معلومات عن جسم الانسان فيه ايه وكل واحد كل جهاز من اجهزه الجسم بيعمل ايه بطريقه جديده
عرفيني باسمك. روبانا. كنت قايمة في دور ايه؟ معيبة. معيبة يعني؟ زهراء، الكلب، فوكالي، الكبد، الفيل، الأنا، الرياضة الدرجية، أنا، البنتريال، محمد المخ. مخ هو الأساس. لو ده ياسر، أنا الرئة. رئة. أنا سحر، أنا الجلد. جلد. نشجعهم كلنا لو سمحت تصوير كويس. شكرا على الفترة الممتازة، شكرا لميس شيماء، شكرا لميس مروة. ناخد درجة، ناخد درجة كاملة.